زلت اليوم جيتكم في هاد الفيديو هذا، حطيته لكم على حساب دابا راه جاي العيد، الناس باغيين يشريو لوليداتهم الحوايج وداك الشيء. المهم الغزالات ديالي، مهم العبار لي طاي ديال الحوايج وليداتكم، دائما خذوا لهم طاي زايده باش تجيهم هي هذيك، وبالنسبه للصبابط عبروا بالسنتيم احسن باش يجيكم الصبابط نيشان. السلام عليكم الغزالات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم جيتكم في فيديو جديد كما العاده، نمشي لكم يوم الكوزينه كنقضي شغلي، كنت غادي لكم فيديونا حيت هي مرتي لكم الشغل، درت لكم شي فيديو ما عنديش كي غادي ندير. المهم الغزالات ديالي كيف ما كتشوفوا معايا اليوم جاوني شي حوايج فقط لبنياتي، مهم، وبغيت نعطيكم واحد النصيحه اللي مهمه بالنسبه اللي وليداتو صغار، يعني بيبي يعني هم ديك عام او شي حاجه، دائما بقاو تاخذوا لهم مثلا الا عندو عام خذوا ليهم ديال مثلا عامين، ما تاخذوش عام ونص، ها الا عندو عام خذوا ديال عامين بحال يجيوهم، وإذا كانوا كبار بلا 5 سنين خذوا لهم التقدة ديالهم، لأن صاحبتي خدات التقدة ديال ولدها جاتها نيشان. بالنسبة اللي عندهم وليدات بيبي عندهم عام 6 شهور 8 شهور، دائما خذوا لهم الدوبل بحرا يجيوهم. هذا الشيء اللي بغيت نقول لكم، وهذا ما كان الغزالات ديالي. ودابا شنو غادي نديرو؟ دابا البنات انا غادي نوريكم الحويجات اللي وصلوني والكاليتي زوبا 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 كما خلوها الدولتش، مخيره الكاليتي واعره، داك الشيء زوين وانيق وانتك ما تلقايش كيدور في شي جهه اخرى. المهم البنات خليكم معايا نوريكم الحويجه. غادي نوريكم اول حاجه اللي هي الكاتمه، هذه الكاتمه هذه البنات هانتوما كيف ما كتشوفوا، المهم عينكم ميزانكم. هاد الكاتمه غزاله، انا خديتها غير بروموسيون وما جراكم. شفتوا كي داير؟ شوفوا القب ديالها البنات كي داير، هي في الغوز والباش وفيها السميطه ديالها، داك الشيء مهم زازه البنات. المهم المهم هذه البنات باش ما نخربقكمش حتى التخربيق، هذه البنات راها 90 النمره 90. مهم جربوا نتوما حوايجهم في واحد لا كوموند، جربوا مثلا جوج بياسات وشوفوا التقدة ديال ولادكم واش تجيكم. المهم هذه 90، هذه النمره 90. ها نتوما دابا هذا التريكو هذا كيجي هكذا غزالات، هكذا هذه الكاتمه، وهذا البنات السروال ديالها شوفوا غزال. ها نتوما هذا البنات خديته بروموسيون قلا شي 5 اورو، 5 اورو هذا البنات غزال، وشوفوا حتى سميتو فاش كتجي، كل حاجه كتجي في الميكا ديالها، ها هي ديال بات بات. نردها هنا نخدم معكم نخدم معكم البنات ونرد هذا الشيء، يعني لومبالاج ديالو زوين، كل حاجه كتجي في المكتب بحال هكا. وخديت لهم البنات، خديت البنات الصغار بجوج، خديت لهم هاد اللعيبه غزاله كتحمق عرفتي كي جات هاد البنات، قلبت لبنتي الصغيره قلبت لها بصح غير هادو، دوك الاخرين ما قصتهمش. كتحمق كتحمق. خديت ليهم هادو البنات، خديت لهم جوج، خديت لبنتي الكبيبره كبر من هادي، ها هي تا هو لومبالاج ديالها هكا بحال الاخرين. وخديت البنات هاد الصبيبيط حمقني ديال الزاد ديال الزاد، واخا كبيبر شويه عليها لان الصبيطات كلهم صغار. ودابا حنا عندنا واحد الجوج نقول لكم ما هو تلجا هو الشتا هو برد. المهم البنات ها هو شوفوا الصبيط كي داير غزال، كيحمق كاليتي واعره والله القسم الا كاليتي، ما نعاودش لكم كاليتي مخدومه ديال بصح زوين. هذا 24، انا بنتي كتلبس المهم 21 تلبسها، وهذا راه جاها غير صغير حيت هي تبارك الله رجليها مطبزه. المهم البنات هانتوما كيفما كتشوفو نديرو هنايا الرباط صالحة والله العظيم، إلا كاليتي جد جميلة جدا زوينة، نصحكم بات بات. أنا والله العظيم منبقاش نشري لبناتي من هنا، أول حاجة شوية رخا وكاليتي زوينة، وداكشي كيجيك حتى للدار. وراكم عارفين دابا مع كورونا كلشي ساد، راه جاي العيد الصغير إن شاء الله، وجي غناخدو ليهم من تما حتى صحاباتي كلهم كساو ولادهم ووليداتهم من تما. هذه ديال بنتي الكبيبره ها هي بحال ديال اختها، غير هذه كبيبره شويه تا لومبالاج كبير. الكاليتي ما نعرفش ليكم، كاليتي غزاله زوينه 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 بزاف. وغنوريكم هاد السريولات، خديت انا خديت حنان،
ها انتوما شوفوا كي دايرين زوينين، ها انتوما فنين، كاليتي زوينه، كاليتي زعما صراحة فنة. هادو تا هما واقيلا غير بشي 3 أورو، 2.95 أورو، غير شي 3 أورو، حيت كيديرو بروموسيون. ملي كتكون هكا بروموسيون كناخد ليهم. راكم عارفين الوليدات الصغار كيكرفصو، وعندي بنتي الصغيرة تبارك الله ما شاء الله كل شهر خاصني ناخد لها الحوايج. كتكبر تبارك الله، كتكبر دغيا. وخديت حتى لختها الكبيرة، خديت ليهم بحال خديت لهم كيف دوك الطويقيات وهادو، وخديت لهم البنات حتى هادو. ها نتوما كيف ما كتشوفوا، ها هما غنحل لكم وحده. خديت لهم هادو في لاموطارد، ودوك الشويشيات في لاموطارد باش نلبسهم. تبارك الله ما شاء الله نلبسهم بحال. ها نتوما شفتوا كلشي على البابيون والله العظيم الغزالات. ها نتوما كيف كتشوفوا معايا هاد الشيء، كلشي غيطيح ليا هنا في الارض، ريحي الارض البنات. راه الشال ديالي راه غير معوجاه بزاز، انا دايره الزاز. كيجيوكم البنات الفانير، شي الفونار اللي شريته البنات غزاله، وهاد الفنيت تنصحكم به. شوفوا كبيره، شوفوا تلفين خارجه كبيره وزوينه وصحيحه، وكتشد الدره والله الا كتشد. نشوف لبنتي وغنقول لكم طاي واش تشريوها قدها ولا ما تشريوش قدها. ها نتوما طاي بان لي هاد الشيء، واش بان ليا هادشي كيف ولا كيفاش؟ هادي بانت ليا صغيرة، ها من 18 شهر حتى 24، معرفتش واش جا. واخا تجيها قصيرة، هادو تا هما كيتلبسو شوية قصيصرين، وشي كيجيو يعني شادين تا لهنا. وكيف ما قلت ليكم دائما شريو الزيادة على العمر ديال وليداتكم، في لي بيبي شريو الزيادة على العمر ديال وليداتكم. هذه هي ديال 3 سنين 4 سنين، هذه 3 سنين 4 سنين، ما بانتش ليا 3 سنين 4 سنين بلاتي، هذه 3 سنين 4 سنين بلاتي. نديرها مع هذه ديال كيف تقريبا. كيف ما قلت لكم البنات، بحال اللي بنتها عندها 3 سنين 3 سنين 4 سنين، شري لها ديال 5 سنين 6 سنين باش بحرها تجيها، لان هذه راه ماشي ما غتجيهاش، غتجيها وغتجي شويه طالعه، راكم عارفين غتجي شويه قافزه. حتى هكا كيتلبسوا بجوجهم، كيتلبسوا بحال. المهم هذا الشيء بغيت ننصحكم به، حويجات بطاط. المهم الكاليتي زوينه، الحويجات زوينين. كيف ما كتشوفيهم في الصوره كيف ما كيوصلوك، ماشي كتشوفيهم في الصوره بواحد الصوره في شكل. بزاف كاينين بزاف ديال لي سيت كتشوفي مثلا حاجه زوينه كتبان لك في التصويره، ولكن ملي كتوصلك لا علاقه مع ديك التصويره اللي شفتي، كاليتي كتكون زيرو. هادو كيف ما كتشوفي في التصويره، لا من ناحيه ولا من ناحيه البنات، الكاليتي كتكون زوينه بزاف. كيف ما كتشوفيها كيف ما كتوصلك، لا في المنظر ولا في الشوفه ولا في اي حاجه. ننصحكم بباط بالاخص الناس مساكن اللي عندهم وليدات صغار، الوليدات دغيا كيكبروا، لي بيبي دغيا كيكبروا، كيحتاجوا انك كل مره تاخدي لهم لبسه، كل مره تاخدي لهم حويجه. اللهم طبطبط كدير ثمن زوين، ديما بروموسيون، ننصحكم انكم تاخذوا منه. هذا هو الفيديو اللي جيتكم به اليوم، خفيف ظريف على قلوبكم وعلى قلبي تا انا. ونتمنى انكم تدعموني وتبارطاجيو الفيديو البنات، واللي ما تابوناتش في القناه تابونا، واللي ما داش داك الجرس يكون البنات الجرس فاس ماما واخ، يكون البنات الجرس ديال القناه ديالي يكون خصو هكا ماما ها بنتي كتغوت الجرس هذيك فين كديروا ابون، داك الجرس خصو يكون كيفيفري باش اي حاجه توصلكم، سينو ما يوصلكم والو. ندير هادشي اللي كاين الغزالات ديالي، ومن هنا غنقول لكم من هذا المنبر هذا لبنات دورتموند، المنبر هذا غنقول لكم الغزالات ديالي اللي عارفه شي دار هنايا في بورزك بلاط كبيره فيها بعض البيوت، قولوها ليا، كتبوا لي في لي كومونتير، الله يخليكم لانني كنقلب على الدار. المهم هادشي اللي كاين الغزالات ديالي، ونخليكم حتى الفيديو جديد.